يا سلطان الوسطى، قاعد بالملاهي وقاعد بالمطاعم وقاعد بالمقاهي ما بحمص. عملت المصالحة يا سلطان الوسطى انت وبيت العزة، وطلعتونا من 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 ريف حمص الشمالي. عملت يا سلطان الوسطى وطلعتنا بالباصات، وانا عملتك ما بعملها. انا الحرمة، انا المرأة ما بعمل عملتك يا واطي يا جبار يا حقير. بعد دم الشهداء يا واطي، مشان تروح تقعد بالمطاعم مع اسناب النظام يا كلب النظام. طلعت مع النظام وبعد دم الشهداء لما كنت تطلع معانا على الجبهات تعطيهم مواقعنا، نقول نحن شلون يضربونا ويضربوا المقرات ويضربوا السيارات. مشان الجبهات اتاري من وراك يا هوايني يا خاين، اتاري من وراكم من ورا بيت العزه وبيت العزه تجيون المعونه للفقراء وللمساكين. كانوا يسرقوها وبيعوها، قدر مخبينه مشان هلا يبقوا في الملاهي الليلية وبالمطاعم تبع حمص وعند